بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنحمد الله تعالى أن وفقنا إلى هذا المجلس وأعاننا عليه وجمع قلوبنا إليه في وقت قل فيه من يطلب العلم ومن يجتهد في تحصيله والبحث عنه. وكان من المناسب أن نفتتح بهذا الباب المهم، وهو باب منازل العلماء. والحقيقة هذا التبويب لو كانت عندي مخطوطة لهذا الكتاب لحاولت أن أراجع هذا التبويب، لأننا عندما نقرأ الأثر الرئيسي الموجود في هذا الباب نجد أنه يتعلق بمراتب تحصيل العلم، مراتب تحصيل العلم. فمرتبة النية والاستماع والفهم والعمل ثم في الأخير مرحلة النشر ليس هذا متعلقا بمنازل العلماء، وإنما هو متعلق بطرائق تحصيل العلم. على أي حال، هذا هو الباب الموجود في الكتاب، باب منازل العلماء، والأثر 758، وهو أثر عبد الله ابن المبارك رضي الله تعالى عنه قال: أول العلم النية، أول العلم النية. النية هي أول العلم، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. يبقى أول شيء النية، ثم بعد ذلك الاستماع، ثم بعد ذلك الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. هذه هي المنازل التي يتقلب فيها طالب العلم. فأول العلم النية، وهذا كلام جيد، أول العلم النية. والنية بها الصلاح والفساد للعمل. ولذلك إذا قرأنا في تعريفات المتقدمين لمسألة الإيمان نجد أن بعضهم قال: الإيمان قول وعمل ونية. وبعضهم زاد: قول وعمل ونية وسنة. فالقول والعمل من غير نية لا يكون مقبولا، وقول وعمل من غير سنة يكون بدعة. إذن لابد من وجود النية والسنية، لابد من وجود النية والسنية. يبقى أول العلم النية. وأهل العلم ذكروا أن بنيان الشريعة قام على عدة أحاديث، من هذه الأحاديث حديث النية: إنما الأعمال بالنيات. يبقى أول العلم النية. النية لماذا تطلب؟ لماذا تطلب العلم؟ ثم الاستماع. فارق بين الاستماع والسمع، فارق بين الاستماع والسماع أو السمع. الاستماع هو سمع ولكن فيه تدقيق وتمييز، فيه تدقيق وتمييز. يعني الاستماع ده مقدمة كبيرة لمسألة التدبر والفهم.
ولذلك قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فالإنسان لا يتدبر الشيء إذا سمع، وإنما يتدبر إذا ماذا؟ إذا استمع. إذا استمعه. إذن عندنا العلم وعندنا الأرقى منه الفهم. العلم مترتب أو متعلق بالسمع، أما الفهم هو متعلق بالاستماع. الفهم أرقى درجة من العلم، فالعلم مرتبط بالسمع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. سمعنا أي عرفنا. إذن السمع متعلق بماذا؟ بالعلم والمعرفة. أما الاستماع متعلق بماذا؟ بالفهم. والقاعدة تقول بأن اللفظ إذا زيد في مبنى زيد في معناه. اللفظ إذا زيد في مبنى زيد في معناه. إذن الاستماع هو سماع ولكن بزيادة في المعنى. إيه الزيادة دي؟ التدقيق والتمييز، اللي هو توطئة لمسألة الفهم. يبقى الإنسان في باب العلم ليس يسمع، وإنما إيه؟ يستمع، أي يدقق فيما يسمع، بحيث يميز بين الأدلة، ويميز بين الأصوات، ويميز بين الألفاظ. يبقى أول شيء يا أخواني في العلم، أول حاجة النية، اثنين الاستماع، طيب نمرة ثلاثة الفهم. مسألة طبيعية أن الفهم يأتي بعد الاستماع. إذن عندنا الاستماع، بعد الاستماع الفهم. والفهم هو تصوير الشيء على حقيقته. إن الإنسان الحقائق تكون موجودة في ذهنه كما هي، فربما تكون الحقائق قد نزلت، وربما تكون الحقائق لم تنزل. يبقى الحقائق بتتصور في ذهنه كما هي، ده توفيق من الله. يبقى الإنسان يبقى في دماغه كل حاجة كما هي، إما أن تكون قد وقعت، وإما أن تكون مستأنفة لسه هتيجي بعد، يفهمها يعني إيه؟ يتصورها بذهنه تصورا صحيحا، هذا توفيق من الله. يبقى الفهم ده من عند الله. يعني أنت ممكن تحفظ وممكن كل شيء، وده كله من عند الله، ولكن من الدرجات العالية في العلم الذي هي منة من عند الله درجة ماذا؟ الفهم. قال الله تعالى في قصة داود وسليمان: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فدل ذلك على أنهما استويا في العلم، وفضل سليمان على داود في ماذا؟ في الفهم. إذن الفهم أعلى درجة. الفهم أعلى درجة، أعلى درجة. ثم الحفظ، ثم الحفظ. والمقصود بالحفظ هنا هو حفظ الصدر، وحفظ الصدر لابد منه لطالب العلم. يعني طالب العلم لابد أن يحفظ الأدلة، عشان مش معقول طالب العلم في كل مكان يشد معه مكتبته، ده مسألة مستحيلة. فلابد أن يكون طالب العلم مستحضرا للأدلة التي يحتاج إليها. إذن لابد لطالب العلم من الحفظ. هتقول بس هو ما بيعرفش يحفظ، بيفهم، كلام غير دقيق. من يستطيع الفهم يستطيع الحفظ. أمال إيه القضية؟ القضية إن إحنا منذ الصغر تربينا على نمط، في هناك واحد تربى على الحفظ وواحد تربى على ماذا؟ على الفهم.
في واحد كل حاجة يوم حافظها زي ما هي، وفي واحد يفهم المسائل لكن يعرفش أنه يحفظها. وأفضل شيء أن تجمع بين الحفظ والفهم. فاللي بيحصل أن الناس اللي بيميلوا إلى فهم الأشياء دون حفظها، إيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل بأن إمكانيته من الحفظ بتقل مع الأيام، لأن الملكة بتزيد وتضمر، بتقوى وتضمر. ملكة الفهم، ملكة الحفظ والتذكر والاستيعاب والتحليل والتركيب والاستقراء، دي كلها ملكات عقلية هبة من الله عز وجل. يعني ما فيش هناك عقار لو الواحد لو أخذه يزداد حفظه، حبيتين لو أخذتهم كده تفهم كويس، أو حبيتين في الأجزخانة للحفظ، أو حبيتين في الأجزخانة للتحليل أو للتركيب أو لغير ذلك. فأنماط السلوك العقلي دي هبة من الله عز وجل، ولكنها تقوى وتضمر، زي بالضبط العضلة اللي في إيدك. الناس بيشتغلوا حديد تجده ما يعرفش يتني إيده كده زي حالتنا كده، قصراها يبقى كده عضلات. ليه؟ بيشتل من أول كيلو لغاية 150 كيلو، فما شاء الله عضلات في صدره وبطنه وهنا 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 هنا، كله عضلات في عضلات، لأنها بتعمل بتؤدي الوظائف فبتقوى هذه العضلات. طب لو ترك الرياضة وحمل الأثقال فترة، إيه اللي بيحصل؟ تبدأ هذه العضلات في الضمور. ولذلك أعزكم الله، لو إن أي واحد أصيب في حادث وجبسنا رجليه وقعد شهرين ثلاثة متجبس، نفك الجبس تجد رجليه عبارة عن إيه؟ رفع كده، رجليه عبارة عن ماسورة عظم بس، ممكن هو يدهش دي رجليه دي الرفع ده، أيوة هي دي رجليك. يعمل ايه؟ نعمله بقى عملية تأهيل وعلاج طبيعي لغاية لما تبدأ العضلات تنمو مرة ثانية. فكذلك مسألة الحفظ يمكن ان تنمى هذه الملكة شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا. لكن طالب علم يقول انا ما بعرفش احفظ، لا غلط. اذا طالب العلم لابد ان يحفظ، لابد يحفظ، إما أن يحفظ الدليل بنصه أو أن يحفظ مجمل الدليل. لكن طالب علمي يتكلم بعد ذلك في مسائل شرعية، وبعدين يحاول إن هو يستدعي الدليل فلا يستطيع، ما ينفعش ما ينفعش. إذا لابد في الطلب منين يا إخواني؟ من الحفظ. والحفظ هنا هو حفظ السطر، لأن حفظ الكتاب يقدر عليه كل إنسان، لكن ما فيه التفاضل والتمايز إنما يكون في ضبط ماذا؟ في ضبط السطر. طب بعض الحفظ، أنت ربنا عز وجل أصلح لك النية وأعانك في مسألة الاستماع والفهم والحفظ، ما الذي يبقى لك؟ العمل. إذا لابد من العمل، فإذا عملت بما تعلم وجب عليك أن تنشر ذلك العلم. هذا أثر عبد الله المبارك رضي الله تعالى عنه، وهذا إسناد صحيح، وهذا الأثر بلفظ قريب منه أخرجه الإمام أحمد في الزهد وأبي نعيم في الحلية عليهم جميعا رحمة الله. الأثر 760، قال سفيان وسفيان هنا هو سفيان ابن عيينة، قال كان يقال أول العلم الاستماع ثم الإنصات ثم الحفظ ثم العمل. الإنصات فارق بين الصمت والإنصات. الإنصات أن تسمع لغيرك ولكن بتركيز،
فتعي ما يقول، فإذا فصل عنك وعيت عنه ما قال. ده إيه؟ إنصات. لكن ممكن يبقى إنسان ساكت ولا يفهم، ممكن إنسان ساكت ولا يفهم، يبقى أول العلم الاستماع ثم الإنصات اللي هو السكوت المتضمن معنى الفهم، السكوت المتضمن معنى الفهم. يبقى ساكت بتسمعه ولكن فاهم بيقول ايه. طيب، ثم بعد ذلك الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وهذا أثر صحيح عن سفيان ابن عيينة رضي الله تعالى عنه. وهذا فضيل ابن عياض عليه رحمة الله قال الأثر 762، قال أول العلم الإنصات، أول العلم الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. طبعا يمكن أن نلفق قولا من هذه الأقوال، إن أول حاجة يعني ممكن نجمع قول بين هذه الأقوال فنقول أول المراتب بلا نزاع النية، دي أول حاجة النية. وبعدين بعد ذلك ماذا؟ ها، الاستماع. وبعدين بعد ذلك نقول الإنصات. وبعدين ما هو الإنصات يتضمن معنى الفهم، ولكن نزود الفهم لجلالتي فنقول الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر، النشر اللي هو الدعوة. وهذا إسناد صحيح. الباب الثاني باب طرح العالم المسألة على المتعلم. يبقى عندنا عالم وعندنا متعلم. والحديث 763، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ الصحيح كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يسمى عفير، فقال أي عليه الصلاة والسلام هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ يبقى احنا الباب اسمه ايه؟ باب طرح العالم المسألة على المتعلم، عالم ومتعلم. يبقى العالم يمكن أن يسأل الطلبة، يسألهم هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قلت الله ورسوله أعلم. يستفاد من ذلك أيضا رد ما جهلت إلى من علمه وهو الله عز وجل. فإذا كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الله ورسوله أعلم، فإن الناس اليوم يقولون الله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس حاضرا ليجيب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حقه أي حق الله على الناس أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تدري يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ يعني إذا وحد الناس ربهم ولم يشركوا بربهم شيئا، ما حقهم آنذاك على الله؟ قال أي قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام فإن حق الناس على الله عز وجل ألا يعذبهم، يعني إن وحدوا ولم يشركوا به شيئا لم يعذبهم ربهم. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال دعهم
يعملون، دعهم يعملون. الحديث صحيح، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. الحديث الذي بعد ذلك 764، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل من يسمع النبي صلى الله عليه وسلم نصلي عليه. المجلس ده إذا لم نستفد منه بعد كتابة الملائكة هذا الوقت في ميزاننا إن شاء الله، إذا لم نستفد منه إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لكان خيرا. ويا حبذا لو أن الناس في المجلس يجتهدون في الذكر والاستغفار لكان ذلك خيرا وبركة، كما كان هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. يا سلام يا سلام، يعني معلوم أنه في الخريف تسقط أوراق الشجر وتيبس في الصيف، وتيبس في الصيف وتترعرع في الربيع والشتاء. إذن يأتي فصل الخريف والصيف فربما لا تجد ورقة على شجرة، لكن هناك نوع من الشجر ورقه هو دائم في كافة فصول السنة، شجرة واحدة. إن من الشجر شجرة، شجرة واحدة لا يسقط ورقها، وإنها مثل الرجل المسلم. المسلم دايما مخضر في كل وقت، المسلم مخضر في كل وقت، مش فترة بيكون فيها أخضر طيب لين مبارك وفترة أخرى غليظ ويابس أبدا. إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل الرجل المسلم. حدثوني ما هي، يلا فكروا بقى كده، حدثوني ما هي. على فكرة نحن نعلم طلبتنا في الجامعة مسألة الاستهلال التعليمي. الاستهلال التعليمي أن المدرس يدخل الفصل فيتكلم ويحاول أن يأخذ بمجامع الطلاب وقلوبهم، لا يقول لهم إني سأحدثكم اليوم عن موضوع اسمه كذا، لا. يعني مثلا افترضنا، وكذلك الخطيب إذا أردنا أن ندرب الخطباء، وإن شاء الله سنقوم بأداء دورة للخطابة، ولكن بعد أن تذهب هذه الرياح العاتية نريد أن نعلم طلبتنا، مثلا نعطيهم دورة في التعليم أو دورة في الخطاب. أنا خطيب أريد أن أتكلم عن بر الوالدين مثلا، أو أريد أن أتكلم عن طاعة الله عز وجل. لو دخلت الخطبة قلت وإني سأتكلم اليوم عن طاعة الوالدين أو عن طاعة الله عز وجل وهذا الموضوع كذا وكذا، بعض الناس يصنعون ذلك وهذا جيد، لكن يمكن للرجل المستمع العادي عرف أنت هتتكلم إيه في أي موضوع، ها يوم مغمض عينيه ومسربة وخدها نوم بقى، ما عرف هتتكلم في إيه، أنت هتتكلم في إيه. لكن يبدأ بقصة مثلا، يقول مثلا: لو أن رجلا وجد طفلا صغيرا ملقا في الشارع فأخذه، وكان الجو باردا شديد البرودة فأخذه وأدفأه وكساه وأطعمه وسقاه، ثم أخذ ينشئه
ثم بعد ذلك أدخله المدرسة وعلمه وساعده وأنفق عليه حتى شب هذا الطفل شبا يافعا. فلما صار شبا يافعا قويا جلدا، إذا أمره أبوه بأمر أو إذا أمره ذلك المحسن عليه بأمر لم يستمع أمر، يقول له اعمل كذا ما يعملش، انتهي عن كذا لا ينتهي. من منكم يريد أن يكون في مثل هذا المقام؟ طبعا فيش أي حد يرضى. ويبدأ يأتي بعض النصوص التي تتكلم عن الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا رجل أحسن إليك وأنعم عليك، فهل جزاؤه أن يعصى أم جزاؤه أن يطاع فلا يعصى؟ طبعا الإجابة أن يطاع فلا يعصى. ليه أن يطاع فلا يعصى؟ لحقه عليك، ولأنه متفضل عليك، محسن جواد، فما بالك برب العزة؟ إنك لم توجد هكذا في الشارع، بل إن الله تعالى هو الذي خلقك، وهو الذي أوجدك، وهو الذي أمدك، وهو الذي أعدك. ونبدأ نتكلم عن النصوص والأدلة، يبدأ المستمع يتشد لك. هذا بيسموه حسن الاستهلال. ده بيسموه إيه؟ حسن الاستهلال. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل الصحابة كان ممكن يقول إن المفلس رجل من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لكن لو قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بذلك قد أجاش وهيأ المسلمين لسماع هذا التقرير. ده معنى جديد، ده معنى جديد. المعاني الجديدة أو المعاني المستملحة أو المعاني العميقة يحسن للمتكلم أن يهيئ السامع له، لما يكون معنى متين، معنى قوي، معنى طيب، ما تخشش فيه على طول، ولكن اللي يحصل مهد الناس لسماع هذا المعنى. دي مسألة مهمة جدا. ولذلك صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ الناس قاعد يقولوا بقى المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. فلأن هذا المعنى معنى جديد، معنى قوي، معنى مليح، فهيأ النبي صلى الله عليه وسلم الناس إليه. كذلك الرجل في العرف العادي هو الرجل الذي لا يستطيع أحد أن يدوس على طرفه. يقول لك بالبلدي اللي يبص لي بعين أبص له بعينتين، واللي يراعيني أراعيه، والهول لمن أراد لمن تجاوز حده معي. يقول لك الهول، تيجي تغلط معاه وتيجي تستسميحه، لك لا، هو أنت تديلي بالألم في شارع وتصالحني في حارة؟ ما ينفعش. أو يقول لك يا ابني خلاص البلاص اللي كسر ما يتعدلش. لا، ازاي العلاقات الإسلامية بين المسلمين نربطها بهذه الأمثال؟ خطأ. أمال إيه؟ انظر كيف شبه النبي عليه الصلاة والسلام المسلم. إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. هي إيه بقى؟ حدثوني ما هي. شجرة على طول خضرة، مخضرة على طول. قال عبد الله وابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي. البوادي جمع بادية، والبادية البادية مكان من الصحراء ينبت فيه الشجر،
أما إذا لم ينبت فيه الشجر فليس ببادي. انتبه. يبقى إذن البادية دي لابد يبقى فيها إيه؟ زرع، فيها زرع. وشجر البوادي شجر صحراوي. الناس بدأوا يفكروا إيه الشجرة اللي زيها زي المسلم أو المسلم زيها دي، دايما مخضرة طول السنة. فوقع في نفسي أنها النخلة، أنها النخلة. أصبر أنواع الشجر النخل. تجد مثلا في الصومال وفي غابات كينيا الشجر كله ناشف ويابس ومتكسر إلا النخل واقفة على حيلها، ما شاء الله واقفة على حيلها. النخل يستطيع أن يصمد أمام الرياح ويتحمل الحرارة ويتحمل أيضا البرد الشديد، وقليل من الماء يكفيه. فالنخل بالنسبة للشجر كالناقة أو كالجمل لسائر الدواب. وإحنا عارفين هذا الأمر ومع ذلك لا نفعله. كانت مصر من الدول المصدرة للتمور، كان مصر لها ترتيب عالمي في تصدير التمور. وإحنا كنا في إعدادي بنذكر الجغرافيا، كانت مصر بتصدر القطن، الذهب الأبيض، وبتصدر القمح، وبتصدر أيضا ماذا؟ التمر، وتصدر الأرز. مصر كانت بتصدر الحاجات دي كلها وإحنا في إعداد الكلام ده في السبعينات، في أول السبعينات كده. إيه اللي حصل؟ تقلبت المسائل، تقلبت المسائل. لو إن هذه الدولة نشطت زراعة النخل لأمكن بإذن الله تعالى خلال 5 سنوات مصر تعود مرة ثانية لزراعة النخل وتبقى مصدرة للنخيل، مصدرة للتمور. مسألة بسيطة، أنت هتجيب الشتل في أمشير وتزرعه، للنخل لابد يزرع في وقت معين في السنة، وبعد ما تزرعه سيبه وكل كم شهر ترويه. 5 سنوات يطرح النخل وما شاء الله ممكن النخلة الواحدة تجيب 80 كيلو وزيادة، 80 كيلو وزيادة. يعني لو إن في هناك واحد حوالين بيت وزرع 5 6 نخلات ما شاء الله يبقى خير كبير جدا. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن كالنخلة. ولكن عبد الله بن عمر استحيا أن يقول ذلك لأنه كان صغير السن، ودي أدب جليل، أدب جليل، لابد أن يحترم الكبير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا. الناس الكبار، الناس الأكبر منا في السن، خبروا الحياة وتعبوا فيها ومرسوها، فلابد لأولى الناس أن يحترموا. ما يجيش واحد قد والدك أو قد أخوك الكبير يتكلم وانت تقطع في كلامه أو تحط رجلك على رجل في وشه. ده إيه ده؟ ده 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 حاجة عجيبة جدا، أخلاقيات صعبة. أو أنت تقعد على كرسي وهو زي أبوك واقف، لأن أنت مثلا موظف وهو جاي لك، ده خطأ. لابد أن يوجد هناك الخلق الإسلامي بين الناس، بين الناس. حتى لو أنت مدير نيابة، مش هقول وكيل نيابة، لو أنت مدير نيابة واحد قد أبوك دخل لابد يقعد، لابد. يقول لك أحسن متهم، حتى لو متهم، طبعا قد يكون بريء، ربما يكون بريئا. إذا لابد من توقير الكبار. واحد صغير لابد أن يحترم وأن يوقر من هو أسن منه، هذا هو خلق الإسلام. طيب، عبد الله بن عمر كان صغير السن، بص حواليه وجد الصحابة كلهم كبار في السن، أكبر منه في السن، يتكلم في حضرتهم، فوجد أن ليس هذا من الوقار، فاستحيا فسكت. فقال الصحابة: ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. نفس اللي وقع في صدر مين؟ عبد الله بن عمر.
قال عبد الله بن عمر: فحدثت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالذي وقع في نفسي. يابا أنا كان نفسي أقول هي النخلة يابا، بس اتكسفت واستحيت. رد أبو قال له إيه؟ قال عمر: لأن، بفتح اللام، لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. يعني لو أنت بالفعل كنت قلتها ووافق قولك قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى حاجة ممتازة جدا، حاجة عالية جدا ومقام عالي جدا. هذا الحديث صحيح وأخرجه البخاري ومسلم. إن شاء الله لن نطيل دقائق يسيرة. الأثر 766 عن يحيى ابن سعيد أنه سمع، أنه إيه؟ سمع. إذا ده طريق من طرق تحصيل العلم، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم؟ ما دي حاجة ممكن تقع. واحد امرأته معاه بيحج، لما راحوا الفندق حصل المكروه ووقع بزوجته، جامع زوجته وهو محرم، فلم يقل له القوم شيئا، سكتوا. هيقولوا ايه؟ فقال سعيد: ان رجلا وقع بامرأته وهو محرم، الجواب: ليتم حجهما، اللي هم ينفذوا ذلك الحج، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج. يبقى اللي يعمل الكلام ده يعمل ايه؟ ما يقولش خلاص الحج فسد ويروح، امال يعمل ايه؟ يتم الحج، يتم الحج. وهذا الحج يسمى حج فاسد، حج فاسد، وفارق بين الفساد والبطلان. إن الحج الفاسد غير الباطل، الباطل هو الذي لا يترتب عليه أثره مع الإثم، مع الإثم. والفاسد، والفاسد يأثم صاحبه ولكن ربما ترتب عليه الأثر. زي إيه يا إخواني؟ لو أن رجلا تزوج امرأة بغير ولي، ولكن هناك شهود وهناك إشهار وما إلى ذلك، ولكن ليس هناك ولي. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا النكاح فاسد. يعني فاسد أي يترتب عليه أثره مع حصول الإثم. يعني إزاي؟ يعني افترضنا أن الست دي حملت، يبقى الابن ده ينسب لمين؟ ينسب لأبيه. افترضنا أن زوجها توفي، إذن هي ترث منه، إذن هناك آثار مترتبة على الزواج من الإرث وثبوت النسب والعلاقات الموجودة بين الناس، الخؤولة والعمومة إلى غير ذلك. يبقى لو أن في زيها برضك، افترضنا رجل صائم، والرجل الصائم ده مثلا يعني رأى زوجته فأنزل، إيه اللي يحصل؟ يقول طالما أنزل يبقى خلاص صومه هنا بطل ويصوم شهر متتابعين؟ لا، أمال إيه المسألة؟ فسد ذلك اليوم، يتم صومه ويفسد هذا الصوم، ويلزمه أن يقضي هذا الصوم بعد ما يخلص رمضان إن شاء الله، يجيب يوم آخر، يجيب يوم آخر. ولو مات قبل ذلك وكان في نيته القضاء كان كمن صام. يعني افترضنا الرجل الذي صام هذا اليوم الفاسد، وبعدين اجينا قبل رمضان ما ينتهي مات هذا الرجل، يبقى هو قضى؟ قضى؟ لم يقضي، مع أنه لم يقضي لكن حاله كأنه إيه؟ قضى، لأن كان في نيته
القضاء. كذلك الرجل الذي جامع زوجته وهو محرم يفسد حجه، ولكن يتم هذا الحج، ولو هيئ له أن يحج بعد ذلك لكان الحج الذي بعد ذلك هو إيه؟ هو الكفارة، هو الكفارة. تفترضنا لو أنه مات قبل أن يحج وكانت نيتي أن يحج كان كأنه قد حج. أثر سعيد بن مسيب إسناده صحيح، وهذا الأثر أخرجه أيضا الإمام مالك في الموطأ. الأثر الأخير عن يحيى بن سعيد 768 أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون رأيكم إيه في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ دي أيضا مسألة موجودة. واحد، نسأل الله تعالى أن يعافي المسلمين جميعا، دمه بتنزل، مناخيره بتنزل دم، الرعاف والدم الذي يسيل من الأنف، الرعاف، والرعاف هذا ليس مبطلا للصوم. ليه؟ دي مسألة قدرية أنا لم أطلبها. بعض الناس عافاكم الله الدم ينزل على طول، يعمل إيه؟ ينام على ظهره، لابد ينام على ظهره، ممكن ينام ساعتين ثلاثة أربعة لغاية لما الدم ينقطع. أصل الرعاف بيبقى ضعف في الشرايين الدموية أو الشعيرات الدموية بتاعة جدار الأنف، فنتيجة هذا الضعف إيه اللي بيحصل؟ بيحصل هذا النزيف، بينزل الدم. لو وقف على حيله الدم ينزل، طب يعمل إيه؟ لابد ينام على ظهره. طب وقت الصلاة يعمل إيه؟ هذا هو السؤال، ماذا يصنع؟ ما يصليش ولا يصلي؟ ولو صلى كيف يصلي؟ هذا كله سيجيب عنه سعيد بن المسيب. قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد، ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومئ برأسه إيماء، يحرك رأسه، يعني هو نام على ظهره يقول الله أكبر، وبعد لما يركع سبحان ربي العظيم، يرفع سمع الله الحمد، يبقى إيه؟ إيماء. الإيماء تحريك العين، ده هذا هو الإيه؟ الإيماء. يبقى الحركة الخفيفة من الرأس مع تحريك العين هذا مفيد جدا في هذا الباب. وهذا الأثر إسناده صحيح، وأخرجه الإمام مالك أيضا في الموطأ. إذا نستفيد من ذلك مشروعية أن يسأل العالم طلابه عن المسألة ليهيئهم لسماع الإجابة، وهذا باب لطيف وخبره يحتاج إلى خبرة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعلمنا. تفضل يا